أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو مكمل للشريط الذي قبله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله. فيه كلام قبل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا فيه بيان بعد الإجمال، والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة، لأن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه. فقد قال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده، فتتشوف النفوس ما هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، يعني هو كتاب الله وهو القرآن. وفيه دليل على أن القرآن عصمة، إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه، وأنه به العصمة من كل سوء. فإن قال قائل: ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ قلنا: كل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موجودة في القرآن، كل سنة سنها الرسول فهي موجودة في القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فكل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي في القرآن، لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها. وقوله: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: هل بلغكم رسولي؟ وإنما يسأل الناس عن ذلك إقامة للحجة عليهم، وإلا فالرب عز وجل يعلم أن رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، لكن إقامة للحجة عليهم. فهي شبيهة بقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هي لا تسأل لأجل لتعذب، ولكن توبيخا لمن وأدها. وفيها أيضا في قول: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، اعتراف الصحابة بالجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة يجب على كل مؤمن أن يشهدها. فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا: اللهم اشهد ثلاث مرات، اللهم اشهد ثلاث مرات، يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس، دليل على استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول بلغ، وعلى علو الله، وعلى جواز الإشارة إلى مكان الله عز وجل وهو في السماء. ولكن هل هذا المكان يحيط به؟ الجواب: لا، وسع كرسيه السماوات والأرض، فما فوق السماوات والأرض فضاء لا نهاية له، والرب عز وجل فوق السماوات والأرض. وفي أيضا على دليل على علم الله عز وجل وسمعه وبصره، حيث كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس. وفي أيضا دليل على علو الله عز وجل، وجه الدلالة الإشارة إلى السماء. وعلو الله تبارك وتعالى الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد تقدم تقرير ذلك وبيناه والحمد لله. وفيه تكرار
الأمر الهام ثلاث مرات حتى وإن كان المخاطب قد سمع، فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء. نعم. ثم ركب. نعم. لا أظهر أنها ثلاث مرات على واحدة واحدة. إيه ما هو كرر ثنتين، يعني كرر ثلاث مرات، لكن التكرار في قولها اللهم اشهد هذا للبيان أنه مكرر لا مرة واحدة. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني حتى أتى عرفة، وفيه إشارة إلى أن بطن عرنة ليس من الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب منه حتى أتى الموقف، أي أتى عرفة التي هي الموقف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أقصى عرفة من الناحية الشرقية الشمالية، وهذا والله أعلم لأن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يكون في الساقة مع قومه، أي في آخرهم، ليتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما أشبه ذلك. وليس هذا من أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة، بل كل عرف موقف، ولهذا قال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، كأنه يقول للناس: لا تشقوا على أنفسكم، لا تكلفوا الحضور إلى هذا المكان، فأنتم في أمكنتكم على موقف، على موقف صحيح. والصخرات معروفة إلى الآن، لا تزال موجودة معروفة. وحبل المشاة يعني طريقهم، وسمي حبلا لأنه إذا طرق المكان صار علامة كالحبل. وقوله رضي الله عنه: حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، هذا من باب التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن تحقق غروب الشمس. ويفهم من هذا الحديث أنه في ذلك اليوم كان الجو صحوا، ليس فيه سحاب يحول بين الناس ورؤية الشمس عند غروبها. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نهارا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى غابت الشمس، مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب لكان ذلك أسمح له وللناس. فكونه يتأخر حتى يأتي الليل ويظلم الجو يدل على أنه لا مناص من البقاء إلى أن تغرب الشمس. وأيضا لو دفع قبل غروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين الذين يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب. وأما حديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فلا ينافي الوجوب، لأنه إنما سأل يعني عروة عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح. وربما يكون فيه دليل على قول من قال إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس. وقوله: أردف أسامة خلفه. من أسامة؟ ابن زيد. لم يردف أكابر الصحابة ولا أقاربه أو أكابر أقاربه، وإنما أردف هذا المولى إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وتجنبه للأبهة والتفخيم. أردف هذا المولى من بين سائر الصحابة، ولا يلزم
من فضيلة أسامة بهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقا، لأن الفضل منه مقيد ومنه مطلق، فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذه خصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه. نعم. وقد شنق، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس. هذه الجملة من الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بسكينة لا بسرعة وعجلة. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله من شدة شنقه لها، يعني جذب رأسها ورده إلى مورك الرحل لأن لا تسرع، لأن البعير إذا أطلق عنقها أسرعت. ولكن مع ذلك كان إذا أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل مثل ما نقول الطلعة الصغيرة، أرخى لها قليلا حتى تصعد. وفي حديث أنس أنه كلما وجد فجوة نص، أي أسرع. وفي هذا دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليحسن الرعاية في البهائم، فإنه إذا أتى الحبل من الحبال وقد شنق زمامها فإنه ربما يتعبها، لكنه يرخي لها قليلا حتى تصعد. وفي أيضا الإشارة من قائد القوم مع القول لقوله يقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وفيه إطلاق القول على الفعل، يقول بيده لأنه يفعل وليس يقول. ومثل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر في التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. لكن لا بد من قرينة. وقوله السكينة السكينة بالنصب، أي إلزموا السكينة، يعني لا تسرعوا لا تعجبوا. وقد جاء في حديث آخر: فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالسرعة. وقوله حتى أتى المزدلفة فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث في أثناء الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. وأخذ ابن حزم رحمه الله من هذا أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير مزدلفة فصلاته غير صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك. لكن هذا ليس بصواب، أعني أخذه هذه الفائدة من الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال الصلاة أمامك لعدم تأتي الوقوف والناس سائرون إلى مزدلفة، فإنه لو أوقف الحجيج حصل بذلك مشق عليهم بالمكث والنزول، ثم إن مزدلفة قريبة يحتاج أن يزنوا مرتين في هذه المسافة القريبة، ففيه مشقة، فلهذا قال الصلاة أمامك. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائما، لأن الرسول توضأ بوضوء خفيفا ثم واصل السير إلى مزدلفة. وسميت مزدلفة وأصلها مستلفة، أي مقتربة، وذلك لقربها من الكعبة، لأنها قريبة من الكعبة، وإن كان منها أقرب منها، لكن الأسماء لا يشترط فيها مطابقة الاسم للمعنى الذي اشتقت منه.
وأيضا منى تشتهر بما هو أولى من القرب من الكعبة وهو إراقة الدماء فيها يعني الهدايا، ولهذا سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي ما يراق. يقول فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فيه دليل على أنه يسن أن يصلي المغرب والعشاء جمعا، ولكن هل هو جمع تقديم أو تأخير؟ إن من المعلومة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، لأنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء، لكن لو وصلها الإنسان قبل العشاء فهل نأمره بصلاة المغرب أو نقول لك أن بدون جمع أو نقول لك أن تجمع إما تأخيرا وإما تقديما؟ أكثر العلماء على الثاني أنه يجمع جمع تأخير إلا إذا وافاها وقت الغروب فإنه يجمع جمع تقديم. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغ مزدلفة قبل العشاء صلى المغرب ثم طلب عشاءه فتعشى ثم أذن للعشاء وصلى العشاء، وهذا يدل على أنه لم يجمع، لأنه لا حاجة إلى الجمع في هذه الحال إذ أنه وصل إلى مزدلفة عند غروب الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء. لكن لو كان الإنسان يشق عليه إذا صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها لقلة الماء ولكثرة الناس والضجيج وخوف الضياع، فهنا لا بأس أن يجمع من حين أن يصل إلى مزدلفة يجمع جمع تقديم. نعم. لا عندنا حبلا، عندكم جبلا؟ حبلا ما في شرح إشارة الرواية الثانية قوله. نعم. وقوله وجعل حبل المشاة بين يديه، فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض رحمه الله الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. نعم. جبل المشاة لا ما هو هذا لي. كلما أتى حبلا من الحبال اللي بعدها ما في ما ذكرها. لا ها؟ نعم. قوله كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله حتى تصعد هو بفتح الياء المثنات فوق وضمها، يقال صعد في الحبل وأصعد، ومنه قوله تعالى إذ تصعدون. وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات، وتسمى جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها. وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. قال الأزرقي في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر ليس الحدان منها، ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو قال قائل أن الفعل يعني لا يدل على الوجوب، قال له فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقاؤه إلى يعني غروب الشمس، غروب الشمس أو الفعل عموما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وحديث عروة يعني فيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا لأخبره بذلك لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو قال كذلك لأن في هذا الوقت يا شيخ نظرا لسماحة الشريعة وكذا لو قيل للناس يعني بجواز الدفع حتى في النهار لسهل يعني لسهل الدفع أكثر مما هو موجود الآن. أنا أرى أنه لا تخضع الأحكام لأحوال الناس وإلا لتفلت الأحكام، لكن يقال هذا الرجل صادف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كل الليل وهو يقف، فلا ندري هل وقف في الليل أو وقف في النهار، ففعله مجمل ما هو واضح، لكن عموم الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا.
فيقال ليلا أو نهارا في الوقت الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال، مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم. جمعه في عرفة ومزدلفة جمع سفر وليس جمع نسك، بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام متنسكا من حين أحرم من ذي الحليفة، ومع ذلك لم يكن يجمع في نزوله في الأبطح ولا في منى. نعم. السلام عليكم. هل نأخذ من هذا الكلام بأن أهل مكة إذا حجوا ما يجمع ولا يقصر؟ ليش؟ لأنه ليس سفر. لا، هو عند الشيخ الإسلام سفر، وعند الشيخ الإسلام رحمه الله سفر، وبهذا واستدل بهذا على أن السفر لا يتحدد بالأميال، إنما يتحدد بما سمي سفرا، والحجاج مسافرون لا شك، لأنهم يتأهبون أهبل السفر من نقل المتاع والماء وغير ذلك، وكذلك في منى ومزدلفة. نعم سليم. شيخ اللغة عندنا قبل إيش؟ بالنسبة للحبل. إيش؟ بالنسبة للحبل عندنا من أول يوم قبل الحبل المستطيل جبال ولا رمل ولا أي ولا لون أشجار مستطيلة نسميه الحبل. إيه. يعني عبارة عن الشيء الممتد. الممتد اللي مستطيل. اي نعم. اللي على قطر شيء على قطر بعض على قطر بعض. نعم. ما متخالف. يسمى حبل. هذا يسمى حبل. اي هو الظاهر انها الطلعة الصغيرة. نعم يسمى حبل. لكن قد تكون ممتدة طويلة وقد لا تكون كذلك. نعم. قصر أهل مكة ليست مينا من الحرم. بلى. لكنها خارج مكة، من خارج مكة، كانت إلى عهد قريب بينها وبين مكة الصحراء، محلات بعيدة. يعني أنا أدركت الناس يضربون الخيام بين ريع الحجون وبين منى، بر ما في أحد، كلها خيام، فإذا كان يوم الثامن شدوا من هذا المكان إلى منى. نعم. أما الآن كنت أظن أن منى من مكة، لكن قالوا إن الجبال اللي بينه وبين مكة تحجزها عن مكة فلا تجعلها من مكة. وقوله رضي الله عنه بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الصحيح في الجمع، أنه أذان واحد للصلاتين جميعا وإقامتان لكل صلاة إقامة. وقوله لم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي بينهما شيئا. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فضفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم،
فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. في هذه الجملة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، ولم يذكر جابر رضي الله عنه أنه أوتر أو أنه قام في الليل، ولكن عدم ذكره له لا يدل على عدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له، فهو شاهد ما رأى ونقل ما رأى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا، وعلى هذا فنأخذ بما ثبت عنه أنه لا يتركه حضرا ولا سفرا، ونقول يوتر، ولكن لا يحيي تلك الليلة بالتهجد والقيام إعطاء للنفس حظها، لأنكم كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف طيلة النهار من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس ثم أتى على الإبل، فسوف يكون في ذلك مشقة عليه، فرأى أن الأرفق بنفسه أن يضطجع ولا يتهجد حتى يطلع الفجر، لأن للإنسان لنفس الإنسان عليه حقا. وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مبادرا بها، ولهذا قال حين تبين له الصبح. وفيه أيضا أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبين الصبح، وهذا يؤخذ من أدلة أخرى. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مبيته في مزدلفة في نفس المشعر الحرام، بل في مكان آخر، ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء في روح الأفلح ثم أتى المشعر، ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عليه ووحد الله وكبره وهلله ودعا حتى أسفر جدا، يعني حتى أسفر إسفارا قويا بينا ظاهرا، ودفع قبل أن تطلع الشمس. وكانت قريش تقول: أشرق ثبير كيما نغير، ولا تدفع من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع، ودفع قبل أن تطلع الشمس، كما خالفهم في الدفع من مزدلفة، فقد كانوا يدفعون متى؟ قبل الغروب من عرفة، وخالفهم في مزدلفة فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر قصة النساء وما حصل للفضل بن عباس رضي الله عنه، فإنه كان حسن الشعر وسيما، فجعل ينظر إلى هؤلاء النسوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه الفتنة منه وبه، فصرف وجهه إلى الشق الآخر، فجعل ينظر، فصرف وجهه مرة أخرى ولم يتكلم عليه بشيء، وإنما اقتصر على صرف وجهه. فإما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يهون الأمر عليه، وإما أن يقال أراد أن يهجره باللفظ و ينكر عليه بالفعل، فالله أعلم. لكن ظني والله أعلم أن الفضل بن عباس لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية، ولكنه ينظر إلى عملهن وقوتهن، لأنهن كن يجرين، وهذا يدل على نشاطهن. واستدل النووي رحمه الله وغيره من العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، بل يجب عليه صرف نظره عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل. ولا شك أنه إذا كان لشهوة فهو حرام، وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها، وأنه يجب عليها أن تحتجب لئلا ينظر إليها. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك في بطن محسر، ومحسر هذا وادٍ يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محسرا لأنه يحصر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة، لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجرى هذا الوادي، أو حرك
لأن الفيل أهلك فيه، أو حرك لأن قريشا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها وتفتخر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم. في هذا ثلاث أقوال العلماء، والظاهر والله أعلم الأول، لأن الفيل لم يهلك هناك، الفيل هلك بالمغمس حول الأبطح كما قال أمية بن الصلت: حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول. وفي هذه الجملة أيضا من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى من طرق منى، وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق: طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط. هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العقبة، فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي. وفيه أيضا ذكرنا الراجع الأول، نعم الأول، أي ذكرنا قلنا هو الأول لأن الفيل لم يكن حبس هناك، وأما وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يثبت. وفي أيضا في هذا الجيل من الحديث سلوك أسهل الطرق إلى حصول المقصود لما ذكرناه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة، يوم العيد راكبا، لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى. وفي أيضا إشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أن تحية منى رمي جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء. نعم. ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين لقط الحصى، حصى الجمرات، ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة، لأنه اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع منها، لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة؟ حديث ابن عباس في هذا محتمل لهذا وهذا، أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة، فالله أعلم. وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعدا بالحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماها. وفي أيضا في هذه الجملة أن الرمي يكون بسبع حصيات لا ينقص ولا يزيد، فإن نقص فقيل إنه لا يجزئه وأن عليه إطعام مسكين، وفي الحصاتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث حصى دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق، وإن كان من أول جمرة صار الجمرة التي بعدها لا تصح وحينئذ يلزمه دم كامل. ولكن الظاهر والله أن سقوط حصات أو حصاتين لا يضر، لأن الصحابة كانوا يرمون الجمرات ويأتي أحدهم فيقول رميت بخمس، وأحد يقول رميت بست، ولا ينكر أحد على أحد. وفي أيضا أن الحصى مثل حصى الخذف، الخذف هو أن يضع الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا، وهذا لا بد أن يكون صغيرا، ولهذا قال الفقهاء في تعريفه بين الحمص والبندق، وبعضهم قال إنها مثل حبة الفول فهي ليست كبيرة ولا صغيرة. وفيه أيضا أنه يرمي من بطن الوادي يعني لا من الجبل، وكانت الجمرة العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة وهذا التعديل كانت في جبل، في سفح جبل تحتها وادي مجرى الشعيب وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع وهي لاصقة في نفس الجبل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي ورماها ولم يأتيها من فوق، وعلى هذا فيكون تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة فيجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة
وصار أخشع له وأبلغ الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل، بناء على القاعدة المعروفة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بإيش؟ بمكانه. نعم. وفيه أيضا أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنحر لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب حجه وجعل لمكان نحر إبله مكانا معينا حتى ينحصر الأذى والقدر الحاصل بالنحر من الدم والفرث وما أشبه ذلك، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. يقول 63 بيده، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينحر هديه تذللا لله عز وجل وتعبدا له، لأن هذا النحر ليس للأكل ولكنه قربة بنفسه، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم، وهو أن المقصود من الأضحية هو اللحم، ولذلك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر، حتى صاروا نسأل الله لنا ولهم الهداية للصراط المستقيم، صاروا يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلا عن الأضحية، ويقولون هم أحوج منا. طيب هم ليس المقصود اللحم، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء في الأضحية. والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون نطعم ولا نأكل، مع أن الله قال كلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل، لكن هؤلاء قالوا لا نسمع لا نأكل بل نطعم ولا نأكل. سبحان الله، تتركون ما أمر الله به أولا وتفعلون ما جعل الله آخرا. أهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك تذلل لله وتعظيما له وتقربا إليه، فإن لم تستطع فوكل من يذبح، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه. ثم إذا ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فكل وإن شئت فتصدق بها كله. ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام، لم يقل تصدقوا بالدراهم، بل قد اذبحوا لكن لا تدخروا فوق 3. وفي العام الثاني لما زادت الفاقة قال كلوا وادخروا ما شئتم. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله بإيش؟ بالصلاة، نفس الذبح. وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهات الأخرى فليرسل دراهم صدقة تطوعا لله عز وجل. نحن لا نقول لا ترسلوا للفقراء هناك، لكن نقول لا ترسلوا الشعائر تقام هناك وتتركونها في بلادكم. ولهذا كان من الحكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة، وهي التقرب إلى الله بالذبح، لكن في مكة هدي وفي غيرها أضاحي. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. أكثر الناس تأخذهم العاطفة انفعوا إخوانكم في البلاد، هم جياع هم فقراء هم أحوج منكم. طيب ما في مانع، لكن الذبح نفسه عبادة، اذبحها وكل منها وكيسها وادفعها لهم، ثم إذا أصلنا الدراهم إلى هناك من يتولى الذبح؟ ما ندري من يتولى، هل يتولاه شيعي أو يتولاه قادياني أو يتولاه ملحد أو يتولاه من لا يصلي أو يتولاه من لا يسمع الأضحية، ما ندري. ثم إذا أحسننا الظن لا ندري متى يذبح، قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الذبح إلى ما بعد أيام الذبح، لا سيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم، إذا مثل أرسل إليهم 30,000 20,000 من يجد هذه الأضاحي ومن يضحي بها؟ فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس، وأن لا يكون الإنسان إمعة ما فعل الناس فعله من دون تروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية. وهنا يقول نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. قال أهل العلم إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر 63 بيده ويعطي عليا ما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف 63 سنة،
وكان آخر هديه كم؟ 63 بدنة. وفيه أيضا دليل على التوكيل في الهدي، لكن عند المشقة والتعذر، وإلا فالأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح هديه. لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن، فإن الإنسان يجد مشقة كثيرة إذا ذهب إلى المجزرة. وفي أيضا مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. وهذا الإشراك أولا لقربه منه، لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت، أفضل قرابة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب. ثم إن عليا قال إني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل بما أهل به الرسول، فهذا جزاء وفاقا، كما أهل بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه. وفي قوله أكل من لحمها وشرب من مرقها دليل على تأكد الأكل، تأكد الأكل. ليش؟ لأنه أمر من كل بدنة بقطعة، وكان يكفيها أن يأخذ من ببدنة واحدة يأكل ما شاء، لكنه تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة وجعلت في قدر. وقلت قطعة صغيرة لأنها 100 قطعة تحتاج إلى قدر كبير، لكن هذه القطع كانت صغيرة جعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها، أكل هو وعلي بن أبي طالب، وشربا من مرقها، أكلا من لحمها. ومعلوم أنه إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى، لكن المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه، وطعم اللحم كله موجود في المرق. أكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى فيها. أيضا أنه إذا نحر يركب إلى البيت ويطوف، ولم يذكر جابر الحلق لكن ذكره غيره، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقا أن جابر رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله الرسول في الحج، فهو لم يذكر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، ولم يذكر أنه أوتر، ولم ينفي الوتر، ولم يذكر من أين لقط الحصى، ولم يذكر الحلق، مع أن الرسول حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف به، طاف بالبيت ولم يسعى. لم يسعى. ليش؟ سعى قبل، لأنه كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا الرمي ثم النحر ثم الإفاضة، وسكت عن الحلق، لكن الحلق بين النحر والإفاضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه البركة العظيمة في أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة، دفع من مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل، ودفع بسكينة إلا في بطن محصل، ورمى الجمرات، وذبح الإبل، وحلق، ولبس، ونزل إلى مكة وصلى بها الظهر. بركة عظيمة، فعالة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة، مع أن الذي يظهر والله أعلم أن حجه كان في مثل هذا الوقت، يعني في زمن الربيع تساوي الليل والنهار. وفيه أيضا أنه صلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس أنه صلى الظهر بمنى، وهو في الصحيحين، فبعضهم قدم حديث أنس لأنه في الصحيحين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر إلا في منى، ومنهم من قدم حديث جابر. والصحيح أنه لا تعارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة. وهذا جمع ممكن ولا محذور فيه، لكن محذور أن نقول إن جابرا وهم مثلا أو نسقط روايته، هذا هو المحذور، وهو متى أمكن الجمع وجب. وفيه أيضا في هذه القطعة أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب،
شرب من ماء زمزم، وفيه أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة، لقوله لبني عبد المطلب انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم، لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس وحينئذ يغلبونهم على السقاية. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس، ناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحال أنه شرب قائما، فقيل إنه شرب قائما لضيق المكان، وقيل إنه شرب قائما من أجل أن يتضلع منه، أي من ماء زمزم، لأن الإنسان كلما كان قائما صار أوسع لبطنه فيتضلع منه أكثر، فالله أعلم. المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الشيخ الألباني وفقه الله جعله أصلا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى منسكه المعروف المشهور على هذا، وزاد فيه ما زاد. نعم الشيخ بارك الله فيكم، حديث الفضل هنا في صحيح مسلم، يعني بالنسبة لصحيح البخاري أن امرأة من خطعم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حج والدها فطفق الفضل ينظر إليه. نعم. وهنا وكان هذا كما في سنن أبي داود كذلك عند الجمرات. نعم. وهنا عند دفعه من مزدلفة وكنا أكثر من واحدة، هل يحمل على تعدد الحادثة أم أن يقال أنه روي بالمعنى؟ يعني إما أن يقال بتعدد هذا إذا ثبت أنه سألت المرأة عند الجمرة فلا بد من التعدد. نعم. إيش؟ نحو النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الذبح لم يدخل فيه حتى سرخ جدا. النحو يطلق على مجرد النحو، هذا الأصل، لكن لما أمر من كل بدنة ببضعة علم أنها سلخت وأن لحمها وزع. وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبحها سيجتمع الناس حولها ويأخذون منها وينتفعون بها. نعم. أحيانا يرمي الإنسان من فوق الجسر، فإذا رمى الحصى قد لا تصل إلى أسفل يمنعه حاجة، هل يجزي؟ لا، هو الواقع أنهم يعني احتاطوا لهذا، جعلوا الذي فوق مسنما، هو كما تعرف مثل المحكام، والشخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم كان مسنما، وهذا بالنسبة لجمرات العقبة، أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستدير، ما يبقى شيء في الليل من الأحجار. أحيانا الناس يرموا مظلات وهذا يحجز الحصى. أي ربما، لكن الأصل إن شاء الله ما أنه مجزي، إذا غلب على الظن كفى. نعم شيخ، لو جمع بين الجمع بينهما هو الحاجة، الرسول كان محتاجا إلى أن يشرب قائما لضيق المكان ويحصل فيه تعب عليه وعلى غيره. هذا الشيخ يرجح، هذا يرجح أنه شرب للضيق. نعم نعم نعم. إيش هو اللي فيه المسجد الآن؟ هو مكان المشعر الحرام. نعم أحمد، قال جبر رضي الله عنه ثم انصرف إلى الحج، أين المرحب هذا؟ ثم إن ثبت المكان هل نقول أنه ندبا لا، ولا أعرف المكان أي الآن، لكنه لا بشك أنه ليس بعيدا، في ذلك الوقت ما في زحمة، لكن فيه دليل على اختيار مكان يكون لمنحر. وأنا حججت أول عمري وضربنا الخيمة عند مسجد الخيف، ليس حولنا أحد، نشاهد الناس يرمون الجمرات في ذلك المكان، ليس فيه بيوت وليس فيه فضاء واسع، لكن تطورت الأحوال تطورا عظيما. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث
وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن مثل هذا التركيب أن عرفة كلها موقف يجوز وجهان، أن عرفة كلها موقف وتكون كل توكيدا لعرفة، أو كل بالضم وتكون مبتدأ ولمبادئها خبر والجملة خبر، خبر إن، فأيهما أولى؟ الأولى الأول، لأنك إذا جعلت كل بالرفع على أنها مبتدأ صار مركبا من جملتين، والأصل عدم التركيب. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم. لو قال قائل: إذن الأفضل أن ننحر في رحالنا اليوم، لقلنا: ليس كذلك، لأن قول رسول انحروا في رحالكم من باب الإباحة، يعني لا تكلفوا أن تأتوا إلى منحر الذي نحرت فيه، ولكن انحروا في رحالكم. فلو أن الإنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل. وعلى هذا فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ، لأنه ذبح في الحرم، وهدي التمتع يجب أن يذبح في الحرم. وهذه مسألة أيضا يجب لطالب العلم أن يتنبه لها، لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع ويذبح الهدي هناك، فنقول له: هذا لا يجزئ، لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم. كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم. وقوله عرفة كلها موقف سبق الكلام عليها، جمع كلها موقف كذلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلا له ثم ينعطف عن يمينه، لكن إذا لم يتمكن من استلامه أراد الإشارة، هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشي؟ الظاهر الأول، لا سيما وأنه معضود بما يروى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا فيه ضعف لا شك، ولكنه قد يتقوى به ما ظهر من حديث جابر رضي الله عنه. نعم. يوجد بعض الهدايا تلقوها ومطروحة، يعني ما ناخذها حتى تاتي بروحية وكافة. اي. هذا يكفي لصاحبه. اما اذا كان حوله فقراء وذبحها وقال: هذه لكم، فيكفي لا شك. اما ان يذبحها ويتركها فلا يكفي. لأن الله قال: كلوا وأطعموا، فلا بد من إطعام، وهذا ليس بإطعام، حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها. صالح. قول جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ولم يسبح بينهما شيئا. نعم. يقال أنه تسبيح في الصلاة. إيش إنه؟ تسبيح في الصلاة. أنه إيش؟ لا، ما قال لم يسبح فيهما، قال لم يسبح بينهما، يعني لم يتطوع بنفل. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، أي متنفل. لا، معروف بينهما، ما قال فيهما.
نعم. الشيخ بعضهم يقول إيه؟ أنا دفعت من قبل مالي إلى الهيئات ليذبحوا خارج البلاد. إيه؟ عني. إيه؟ يعني فهل هذا أجزأ عني الدفع هذا؟ إيه؟ والله لا شك أن مسألة إذا نظر الإنسان إلى كلام الفقهاء وجواز التوكيل ربما نقول يجزي، لكن إذا نظر للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. تفضل. بارك الله فيكم شيخ. في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلوا، فظهروا بأنهم طافوا وسعوا. نعم. فكيف نوجه ذلك أو ما هو تفسير ذلك، مع أني كنت أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجوز أن يقربها عمرة إن طاف. لا يعني يقربها عمرة ولو طاف وسعى. نعم. لكن الممنوع أن لا يجعلها قرانا قبل الطواف. يعني مثل إنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قرانا، هذا نقول لابد أن يكون قبل الطواف. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة. إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقلبه. فهمت؟ السلام عليكم. في قوله رضي الله عنه فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء. نعم. لم يكن هذا تخصيص للحج لأنه نفى بالتسبيح. ما هو التسبيح؟ أحسن الله عليكم. الصلاة طيب في دليل على ان المجموعتين لا تصل الراتب بينهما. السلام عليكم. يعني ولكن حتى لم يكن الصبح ايش لم يكن هذا مرتد حتى الصباح ولا سيما هو ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم. فظاهره انه لم يتهجد ولم يوتر ولم يصلي نافله. ما صلى شيئا، لكن بينا لكم ان الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. لا ما يكون خاص. الأصعد من خصوية. نعم. الشيخ في قوله فأكل من لحمها وشرب من مرقها، هل في دليل على أن مرق الإبل ينقض الوضوء؟ لا ما في دليل. مسكوت عن الوضوء ما ذكر هنا. لا اللحم ولا المرق. نعم. أحسن الله عليك. في الحديث أن أبي هريرة رضي الله عنه أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بأصبعه إلى السماء ونكتا إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. وهذا في خطبة عرفة. فهل استدل به أن خطيب يوم الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء وينتهي بتاع الأرض؟ إن كان الخطيب سيقول للناس ألا هل بلغت؟ فيقول نعم فلا بأس، لكن الخطيب ما جرت العادة بأنه يقول هذا، والظاهر أنه للبدعة أقرب، لأن رسول ما قالها في خطبة الجمعة، قالها في هذا المجمع العظيم الذي لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. نعم. آدم ايش؟ مثل حصل خلف. نعم. شيخ وذكرنا معناه، لكن بعض الناس الشيء ياتي بحجر كبار فهل يجزئهم ذلك؟ لا. اذا اتى بحجر كبير لا يجزئ، او بصغير جدا كحبه الذره لا يجزئ. لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بشيء. وايضا هم يعتقدون انهم يرمون الشيطان. يعتقدون انهم يرمون الشيطان، هذا المشكل. وسمعنا عن بعضهم انه يقول لعنة الله عليك، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت اللي خربت بيتي، يخرب بيتي. هذا صحيح، أعوذ بالله، شيء عجيب. ورأيت أنا بعيني رجلا، يعني قبل الزحمات الكبيرة هذه، رجلا في جمرة العقبة، هو وزوجته، امرأة معه، ما أدري زوجته أو غيره، المهم الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشخص، يدقونه بنعالم أو كنادر معهم، والناس يضربونه ظهوره بالحصى ولم يبالوا، كأنما يتمثلون بقول قائل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. كل هذا من الجهل، والواجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن هذه مناسك وعبادات عظيمة فليأتوا إليها بخشوع ورحمة لإخوانهم الضعفاء. بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج وكأنه ليس أمامه أوادم. يا شيخ إذا قلنا أن الإنسان لا تجزئ ضحيته إذا كانت يعني كالجيفة ذبح وتركها ولم يكن عندها فقر ولا شيء فهي لا تجزئ. ما قلنا ضحيته، أنا قلنا ضحيته الهدي لأن الهدي واجب، الأضحية ما هي بواجبة. نعم.
لا أقصد الهدي. نعم. فهذا يعني لو علم بالأمر أنه لا تجزئ وكذا، هل إذا علم بالأمر جاء شخص مثلا وأخبره أنه لا يصلح كذا وكذا وأنه لا بد أن تذبح وكذا بيدك، أو مثلا توكل وتطعم منها البقرة، فهل يعيد الدفع مرة أخرى؟ إي على هذا القول يعيد مرة أخرى. والراجل لا بد، أنا متوقف فيها. انتهى الخمس؟ سبعة. طيب نحرتها هنا، نحرتها هنا ومن كلها منحة ولو لا منها خاصة، ولولا أنه جاء في حديث آخر في السنن كل طريق مكة فجاج ومنحر لقلنا لا يجزئ النحر إلا في منها. أفهمت؟ طيب لعلك في العام الماضي نحرت في عرفة، نعم؟ ها؟ أو اللي قبله؟ الحمد لله. خلاص انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. بهذا أيها الإخوة ينتهي شرح هذا الحديث العظيم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يغفر للشيخ محمد وأن يجزيه عن الأمة خيرا، وتقبلوا تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الآخر 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 1502. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.